السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا يا مسهلا. الحين اللي محتاجين نحن نسوينا ها سويها سويها سوينا 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 سويها اللي هو زين، هالمرة نصدر قد ما نقدر من هني سكراب متل على أساس يروح المدينة الثانية. المدينة الثانية نحن عندنا مشكلة واحدة، ألا وهي البلانكس. بلانكس 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 دائما ينقصنا اللي هو منتجات الخشب مالنا. ف جالس احصل طريقة حلوة اني احطي فيها مثل ما تقولون مصنع البلانكس بدون ما اجيب العيد وعلى طول احطي عنده كهرباء. فشو ابى اسوي؟ ابى اسوي نفس ما سوينا في مصانع الثانية، نحطي نمبر من لهني ونحطي سيدة وراه مال الكهرباء. انا عارف ان الكهرباء يكفي حق اكثر من لمبر مل، ترى انا عارف الشغلة هاي، انا ما اعترض عليها. اعرف في حد بيقول لي ترى يشغل اكثر من واحد، اعرف بس ما عندي مكان، ما عندي مكان، وابا اخلص هذا وابا ابني كل شيء وابا يزيد البلانكس اللي عندي، لان مثلا هذا المشروع واقف على بلانكس وعندي خشب، يعني خشب عندي سيربلس او زيادة منه. فمن الجميل الحين لو شو اقدر اسوي، اقدر اخلص موضوع البلانك هذا بشكل سريع. اللوجز موجود، كل شيء موجود على فكرة، هذا على وشك قريب. بس بعد المشكلة مرة ثانية في البلانكس، المشكلة هنا مرة ثانية في البلانكس. ووتر ستورج از فول، نبى ماي اصلا. خلنا نحط، وهذا بعد يباله جير ويباله اغراض. الحين قاعد ابني وايد اشياء، بس عندي وايد ناس غير، يعني مش مدامين، مش موظفين، فخلنا نستفيد منهم. انا فتحت شيء توه، اتم انسى صراحة كثر الاشياء اللي موجودة عندي قاعد اسويها، قاعد انسى انا شو قاعد افتح شو اسكر. زين الحين بنحتاج نفتح اكسبلوسيف فاكتوري. حلو، ناس نبى ناس تداوم هني يصنعوا لنا شو متفجرات، ونبى نفتح اكسبلوسيف، نوت انف داينامايت تو انلوك داينامايت. نبى المنتج مالنا يكون داينامايت ولا نسوي داينامايت. حلو، هذا اللي بيخلينا نوصل النهر في الخطة الخلفية اللي سوينا المدينة كلها عشانه، اللي هو هذا هو ترى. وهذا ما شاء الله شغالين الحين سكراب، جالس يجيبولنا لهني، ما عندنا مشاكل حاليا، ونستعمل اللي في الستور. انا ما اعرف وين حاطينه في اي ستور، ولكن موجود عندنا سكراب هني 92 في هالمدينة، موجود 100 101 في هالمدينة، توتال 157. انزين، فالحين موجود عندنا سكرام، موجود عندنا كل شيء، لكن هو هذا العنصر للاسف اللي مزعلنا، هذا ولا حتى يعيبني. نقع يبنون حبه حبه، بيطلع لنا مصنع بلانك زياده. انزين، انا حطيت اللي قص الشير زياده هنا، قلت محتاج شوي تخشيب زياده. وشو بعد سويت؟ سويت اشياء ثانيه. الحين هذا اكتمل، ناقص مثل ما قلنا لكم الموضوع السحري مالنا. انزين الحين بنسوي هني وصله ثانيه لمنتجات ثانيه، بس المشكله اخاف اضيق وايد النهر والبرشر يستوي وايد عالي. فعندي اشياء انا هني كنت باننها، ابى الغي الخطه اللي هني. انا الحين انا عندي شارع لين هني ابى استفيد منه. انزين، فاللي ابى اسوي قبل لا نبدا في المتفجرات، ما بنقدر صراحه حاليا، اظني هالحلقه بعد يمكن ما نقدر نسويهم اساسا، موضوع مطول، بس محتاج اسوي متفجرات. خلينا نفجر هاي الكلام اول شيء، والنيب نسوي بلاتفورمز. البلاتفورمز مالنا هاي بلاتفورمز اقدر ابني عليهم ولا بس الصناديق؟ سؤال جميل. اوكي، things can be built and it stop، هذا مكتوب. other things can be built and it stop solid other things. اوكي، يعني هذا معناه مفروض اقدر ابني هذا واسوي بالطريقه هاي. زين لحظة، هذا ما ابغاه، هذا المكان ما ابغاه، احس اني سويت شيء غلط ولا لا؟ مش غلط، اوكي عادي، لاني اقدر اكنسل هاي واطلع ممر من فوق. زين، لاني شو اقدر اسوي هني؟ اقدر ما اخرب ولا شيء، اطلع ممر من فوق تماما. انزين الحين بنرجع للبلانك مون اللي هو اللمبر مل، اللي هو المشكلة الاساسية عندنا نحن في كل منتجاتنا حاليا. اللمبر مل 1 2 3، احطي 1 رابع. زين، نيب هايل، نحطي
واحد بوحبه هني. الحين ابي يعند وياي صح، ما يبي يبني بحبه، هذا اللي انا ما داني زين. ما بيبني بحبه، انا عارف ليش، مش غلط منه لكن مني انا نوعا ما. زين، فبالتالي شو بسوي؟ ابى اهدم كل شيء هني، كل شيء هني ابى اهدمه، اسوي ممر كامل وخلاص. في عندي ممر هني مش محتاج اسوي ممر ثاني. الجذور اللي هني كلها ابى اختلعها من الجذور على قولتهم بالطريقة هذه. ليش؟ على اساس اسوي هني ممر زائد بلاتفورم. البلاتفورم هذا راح يخدمني من حيث اني راح ابني لمبر مل، وهذا حيث اني راح اسوي ممر، وهذا ظني الممر مش عنده عادي، هذا بنشيل جذر واحد، مش قضية كبرى. بس هذا المكان المثالي تقريبا في المكان كله يعني. صراحة اقدر احطي هني شلة لو سمحت، لو سمحت خلصنا اوكي بالطريقة هذه، معناه اقدر احطي لمبر مل بعد واحد هني. الحين كل كهرباء تقريبا يحتاج واحد لمبر مل تقريبا، يعني كهرباء كل اثنين هذا واحد. بس كيف بطلع فوق؟ 80 يس، اقدر اجيبه بالطريقة هاي ولا كيف؟ هذا من تحت لفوق. لا انا نبغى واحد يوصل لنا الموضوع كله بكبره فوق. اذا ما يستوي هذا معناه شو نسوي؟ لازم نهدم هذا. اذا هدمناه بعد متلعوز، كيف نسوي خمة الماي عليه؟ خلنا اول شيء نحطي الشو الكونكشنات في ابغى احط الكونكشن في المبنى بس مش قادر. هذا بعد مشكلة ثانية. نقدر نسويهم، ليش ما اسوي لمبر ملز هناك؟ ويت ويت لحظة، قاعد اسويهم انا هني اصلا، ليش ما اسويهم قريب باقي المصانع؟ يس، وانتو خلني ارد ازرع. خلني احط الشارع، دقيقة احط الشارع اللي كان موجود، برد نزرع باين وخلي كله باين خلاص. زين، نقدر نحطيهم هني اصلا. هذا ما بوك زين، برد بتمدد في الاكل لين هني، هذا كله بشله زين. وانت بعد ما بوك لان عندي اكل فوق الفايض زين، وكل المناطق الزراعيه اللي هني بحال الى التقاعد. اوكي، حال الى التقاعد. وانت شلك يس، انت اشلك يس، اشلك يس. اذا ابى زيادة انا بشل الروتس اللي هني مثلا اللي موجودين هني كلهم ما باهم، بعدين اتفاهم وياهم حطي مزارع زيادة، لان هذا مؤقت المكان بس عشان اشل الاشياء. انزين، الحين هني بس نحتاج يمكن نسوي سيدة فقط، يعني ما نحتاج الا ان نسوي بالطريقة هاي، يمكن على اساس مكان البنى يكون شو ستريت بس. وهذا الحلو فيهم يمر الماء من تحتهم، فما يفرق، ما بيخرب علي الفلو، بالعكس يعني راح يكون ممتاز جدا. انزين، ونقدر نسوي ايوه this is flooded، هذا this is poor to operate. خلنا نهدمه، وانت بعد بنهدمك لان اصلا تغير مخططنا كامل الحين، وانتو بنهدمكم يس. هذا جهز، تخيلوا هذا بعد واقف على بلانكس، تخيلوا انتو. زين، الحين اللي نباه ابا محطتين لمبر مل، واحد اثنين وخلي فراغ، واحد اثنين وخلي فراغ، واحد اثنين هذا خلي واحد اثنين، لازم في بعض مو مشكلة. هاي اللي بيكونون وراهم ممرات لعدة أسباب، يخدمون المنطقة كممرات، يخدمون
يحتاج يخدمون وايد اشياء بالطريقة هذه، وهذا اللي على وشك الشل اصلا بينشلون، فالامور طيبة. منزل هاي اللي بيحتاجون بروح موارد وايد يعني من اللوكس، وهذا راح يحتاجون وايد. وردن اللي عندي شغالين يعني ترى ما مقصرين، ترى واللي عندي مقصرين. لا منزل الواحد فيهم كم ياخذ مني؟ 50 حصان. منزين فاذا فرضا نحن سكرنا المكان هذا وزدنا الفلو على الجوانب، يعني بيكون الفلو عالي من هني، هذا مخطط بحد ذاته إجرامي ترى، بس ما أظن يحتاج، لأن أظني ما يحتاج، بس الحين الصيف لأنه طول السنة شغالين يقصوا خشب. شوف فنان كسر شكله مليون من مكان ثاني، والله عجيبين اللعبة هاي ترى، فنانة الصراحة من هالناحية. الماي شو وضعه؟ ينقصني أنا صراحة في الصيف؟ لا عادي، حتى عادي عادي، هني ما عندي لوكزا، اللوكس كله هني. فخلاص خلنا نمسح هذا ونمسح هذا ويبلنا لوك بس اللي نحتاجه هني، whatever it is اللي هني محدد كم يكون. كم خلاص لوك هني كم؟ 100 100 خلاص، لان هني قاعد يخزن فما يحتاج اكثر، اساس ما يستنزف المدينة هايج، لان هذا عنده كم 97 لوك، هذا كان عنده اقل. زين الحين عند 1200 بطاط مشوي، منو بياكلهم؟ عم ننتاج الاكل عالي اصلا. زين عندنا الحين وايد لوكس. زين بس الجزء الصعب الحين توليد يمكن الطاقة في الموضوع هذا كله، يعني اذا اجيب واحد هني الطريقة هذه اوكي، واقسمه الى 3 اقسام، لا اقسمه هي قسمين انا ابو، بس ايوه بالطريقة هذه، هذا ياخذ له مثلا نصيب حلو، هذا بعد 3 اقسام هذا ياخذ نصيب، وهذا يروح بيبي هني هذا ياخذ نصيب. زين اذا فرضا هذا ممكن يولد 180 حصان، والواحد ياخذ فيهم 50 حصان صح، ماكسيموم باور انبوت 50، يعني هذا ما ياخذ، ياخذ باور انبوت 120، هذا ياخذ 50 اوكي، هذا واحد يعني كل 3 واحد، معناه اقدر ازيد بعد واحد هناك بس ما احتاج، معناه اذا زدنا هاي هني بالطريقه هاي. خل نعطيكم اولوكي انتوا على كل شيء، تعالوا انزين، هذا معناه اول واحد اوكي، بس هذا اذا اشتغل الحين، الحين اذا اشتغل لازم ارد اعيد توجيه الماي، اعاده توجيه الماي ما بيكون شيء سهل. الماي شو وضع عندي؟ مو اوكي انزين، نرد اني بشو شو بيولد ماي ولا لازم اعد توجيهه؟ لازم اعرف عقب، بعرف عقب، بس في حل ما غير ما اني اتعب عمري. خذ نصيبك اوكي، انا اوريدي موصل حق اللي هني صح، يس ما بيكون غلط شكله، فخلنا الطريقة هاي، هذا بالطريقة هاي، وهذا هذه اوكي، ونحطي مولد كهرباء اخير هني في الزاوية، المولد عايش حياته، ما اظني بمد كهرباء زيادة، ولكن استدعت الحاجة في مجال. انزين الحين استوى عندي كم؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 بلانك بالاصل، عندي 1 2 ويمكن امسحهم اساسا. الحين اللي شغال عندي عدل الريسيرش. انزين انا فتحت شيء ثاني في الوود ولا البيبر ميل، يسوون ورق حلو، هذا بعد يحتاج 80 حصان، اذا 80 حصان اروم اتمنى اني اروم اوصلهم الين هني ان امكن الطريقة هذه،
بيكون مكان ضيق الصراحة، إذا قدرت أوصلهم فعافية. زين، والنيب شو بلاتفورم لين هني، تشوف إذا يقدر يستقبل من هني هو بعد. زين، والنيب الباور يا أصدقائي شكليا هي يستقبل. حطي هني ونحطي لنا صبر، خلنا نمسح هذا. يس، ونحطي الباور. موضوع معقد صح، عورت راسكم صح، بس تبون توصلون كهرباء في هذا المكان لابد ان يكون عندكم يعني اشياء كثيرة، لان هذا المصانع راح تستنزف كل موارد شو اسمه الحين الخشب. بمعنى الخشب لازم يتطور بعد شوي زيادة. زين، بالنسبة للمكان هذا مشكلة، ما اعرف اذا فعلا الحين راح تكون امورة طيبة. زين، في شيء عندنا هني بناء اصلا من هاي؟ لا ابدا. ليش هاي المشكلة اللي قاعدين نحاول نشتغل عليها ترى على فكرة، مشكلة البلانكس وود وهالسوالف، ترى هاي المشكلة الحين الخصوصية. الحين صبر، انا حاط شو هاي برايورتي، صبر هاي ردوا عادي، ابى يشغلون على الاقل مصنعين، لان لو شغلوا مصنعين على الاقل بنرتاح شوي بدل ما يوزعون الموارد عليهم كلهم. هاي 3 مصانع عفوا، لو شغلوا الكهرباء هني اسمعنا. اقدر اجيب الفلو هذا اغيره، احطي نفس سد صغير، ما ادري اذا بحتاج ولا لا، لكن ممكن احطي نفس خط هني بالطريقه هاي، اسوي ويفوق مثلا هني وارد اضيقه لين يطلع كله من هني ويعطيهم دفع اكبر. بس اظني راح ينتج اللي عليه 180 اتش بي الحين، بس باقي يوصلون هم وصلات الكهرباء هذا اوه بمجرد ان لازق فيه اشتغل. هاي ما كنت اعرفها انا صراحة، انا هاي جديدة علي صراحة، جديدة علي ما اعرفها. بس عندي 58 واحد ما يداوم اساسا، انا اقدر اوظفهم لين باكر. انزين، الصوب الثاني اكيد خلصوا الشير، بالضبط خلصوا الشير، ما بقى مخزون الاكل ينزل، بستثمر هذا الساحل ساحل زراعي بسويه. انزين، قبل لا يبدا ينزل، لان لو نزل مخزون الاكل انا بتوهق بشكل فعلي. انزين، خلونا اني بشو شارع هني عشان نفصل بينه، يعني هذا البطاطا يكفينا من تحت تصوري انا، يكفينا هالبطاطا هذا. انزين، فبالتالي شو بسوي؟ بجيب هني خط لين هني، يا الله يعني هذا ما نشب لي الا هني في حياتي صح. تعالوا كلكم شلوهم، وانت ما نبغاك تداوم هالشغله هاي. زين، ونبغى نمد هني شو شارع مثل عالم الناس، لو سمحت شله شكرا، وايد ناس فاضيه ترى، هاي بعد ميزه. زين، الحين بنزرع الجزر، المنطقه هذه بتكون ان شاء الله جزر. زين، بالطريقة هذه كلها جزر، هذا زين هني جزر. زين، هذا مفروض يكفيه واحد هني، نسوي باث في النص، لا باث الساحلي ما هذا بالطريقة هاي، يعني عايبني السيستم ما اعرف ليش سألوني، لكن هل هو زين مش زين انا ما اعرف، لكن عايبني. زين، هذا يا جماعة الخير هني راح يكون عندنا شو قلنا الجزر. اوكي، جزر بنمد لين هني بالطريقة شو هذه. اوكي، هذا يوصل موست لايكلي، بس عندنا وايد ناس وناس تشتغل وهذا فعادي يعني، بس اهم شيء الستور هذا بيوصل له، اي يوصل غصب لين هني. ما شاء الله 4000 يشل، اشتغل شوف سكراب متال ما ادري كل شيء يشل، ما ياخذ مساحة ضخمة، بس كيف شكله تشوف، اوه حركات والله ما في محيلة. انزين، الحين بنحط شارع ثاني، ما يحتاج شارع صراحة، شو بسوي ستور اساس تنقلون بالاغراض يمين يسار، بنحطي بعد فارم هاوس، لان عندي وايد موظفين وحرام اخليهم اصلا كذا كذا اللي هاد، والباقي بنحطي قمح، بنحتاج قمح وايد، خلونا نحطي قمح هني بالطريقة
هذه اظني يوصل وبس يكفي، يعني هذا المفروض يوصل المنطقة هاي، يعني هذا وصل مع ذاك مع القمح راح يوصل. هذا شو كرت هني بعد ياس يزرعون جزر، وهني بيتساعدون يعني كل منطقة يقولوا مشابهة واحد او اثنين، والنقص بزيدهم انا بعدين ما عندنا مشكلة. بس هذا البيت على اساس يقدرون شو يسوون، على اساس يخزنون الاغراض، هني البيت يبني وهذا يخزن اغراض. انزين صبر، انتو شو اخباركم الحين؟ هذا مش قادر يوصل لانهم ما بنوا هايل، بس عادي الحين على الاقل عندنا شو شوي لمبر زاد، يوم زاد استوى عندنا هني شوي اكتر. بلاكس 50 الحين بس باقي يبنونه. نايس نايس، قمنا نجمع اغراض ما شاء الله. الستور بعد كل كمية، ترى على فكرة حاط ستور ثاني هني بعد. الجزء الممتع الحين يبالنا متل، والمتل وين اليوم اللي عقبه؟ فكونه خليه. اخبار الشعب هني مستانس، نترشل 1 2 3 كومفورت نولج سبيرتشواليتي الى اخره، ايرون تيث اتون لوك فيرج اوف بينج 8 ويل بلاينج فور كتيلز بروجرس انلوكت. هذا يوم بيفتح لنا فاكشن ثاني اذا تبون تلعبون. انزين الحين بس باقي البلدر يون يبنونه. ويا سلام يا ويلي، مش يا سلام، يا سواد ليلي، يا ويلي يا سواد ليلي، انا كيف وصلت حطيته بالعكس؟ يا الله مو مشكلة عادي، اقولكم تجاوزا تجاوزا المشاكل بسويها وان حركة مقصودة يعني. اوكي، ولا حد يقول لي شيء، ولا حد يقول لي خربان، ولا حد يقول لي شيء بليز. والله غلطة، هذه غلطة الشاطر بألف، وانا قاعد انتظر من متى يجهز، ف ما بتكلم عن الموضوع صراحة. ابدا، طبيعي ما بتكلم عن الموضوع. شو سويت يا رب؟ زين يا جماعة الخير، هذا من يتوصل 250 اتش بي، وهذا يعطي هاي الدام لازقين في بعض، يشبكون في شبكة وحدة. انا هالشي ما كنت اعرفه، يعني محتاج اطلع البيب لجروب واحد فقط، هذا الجروب راح يمتد. يعني انت الحين لو انا هاي ملزقنهم في بعض كلهم راح يمتدون نفس الشبكة، بس اظني لان الشبكة الاثنين راح يكونوا نفس الشيء. الحين احنا مش مستعلين على البلانك، البلانك قام يستوي عندنا من كميات جيدة، عندنا سكراب مثل وايد، بس المشكلة انا يوم جبت العيدة هني ما نقدر نحوله لشو الى متل. زين هذا موضوع ثاني، ترى موضوع خطير جدا. انتبهوا على الغلطة يا جماعة، لاني وايد قاعد ابني فشوية تلعوست. زين الحين ابغى اسوي لوك زيادة صراحة، ابغى امسح اللوك القديم. صبر، مشكلة اذا تمسحون شغلانة، ما بمسح خلاص، اسوي جسر لين هني بس ما بيوصل هني هذا. حتى لو اسوي جسر اقدر اسوي هاي المزارع، انا عندي واحد هني واثنين هني، واحد هني اربعة، فاظني بحول هاي حاليا الى مزارع ال 24 يوم، 24 يوم لكن يعطونا كمية شو جب، احس يستاهل. لين هني هذا راح يكون أمر، أبغى أغطي بواباتهم بعد بالشير مرة واحدة، خليهم متناسقين، الشير يتم فترة طويلة بيكون جيد يعني. يعني ثيم المكان أصلا بكبره شير على فكرة، يعني مش إنه شيء ولا ماشيات. الطريقة هاي خلهم يزرعون، ما أعرف إذا يوصل لآخر شيء ولا لا، ما يوصل هاي برأي، زرع زرع ما زرع بنغيره بعدين. لأن الحين هاي مش بسهولة بيطلعون. انزين يا الله يا كريم، تعرفون ان ادارة اللعبة هاي مش وايد سهلة. الحين هاي شو اخبارهم؟ في 26 واحد ما عنده دوام، عندهم كل الخشب اللي يحتاجونه، يعني اي شيء ابنيه هني مفروض ينبني فورا، واي شيء يجي هني مفروض يجينا فورا. ليش ما قاعد يجينا فورا؟ ابن لكم
زين، لانهم ما قاعد يطلعون السكراب كله، شو بسوي؟ ببني لارج وير هاوس، يباله 60 بلانك هذا بس. هذا اوكي زين، عندهم بلانك هاي، من شفين بلانك مالنا اصلا اللي هناك، شوف عندهم بلانك. زين، من يبنون هذا بشل الصح عن كل شيء. مشكلة، يا ليت اقدر اسوي له مانج قبل لا ينبني. ولو اقدر اسوي له مانج قبل لا ينبني وايد زين، بس مش قادر. انزين، الحين باقي لي بلانكس بيبون مدينة ثانية، ما عليه، اساس اخزن منه اساس هذا يخلصونه، واذا خلصوا هذا مشكلة بعدين ما منهم فايدة. يلا الله كريم، خلينا نبطل مصنع ديناميت. احنا عندنا متل اصلا جديد قمنا ننتج، للاسف للاسف لولا غلطتي كنا انتجنا وايد. انزين، الحين بنسوي وير هاوس هنا. شو شغل وير هاوس هذا؟ يفلتر. انزين، بخليه واقف من الحين انه ما يشتغل اساس ما حد يودي له اغراض، بس ما اعرف هل راح يبنونه اذا انا موقفنا ولا لا، هذه المعضلة ثانية. هل في بلانكس هنا؟ ما في بلانكس، خليه يبون بلانكس ونشوف يمكن يبنونه، لان اذا وقفته اقدر اخليه بدون اغراض. خليه فقط للسكراب، لا اكثر ولا اقل، ما بخليهم يخزنون في اي شيء ثاني. زين، بخصوص هذا، هذا بعد شوفوا البلانكس عندنا معضلة فعلية يعني هايل. اتمنى ان يشتغلون اسرع ما يمكن، بس المشكلة وين؟ مشكلة كمية الخشب لا تناسب. زين، الحين اللي تحت هايل ما راح شو ينزرعون، فخلونا نشل هني لين هني، بشل برايا. زين، اللي يقطعون يوصلون اصلا، هي يوصلون يوصلون هني يوصلون، بس ما بمده بس برايا، لان الهدف مالي اسوي غابات هني. والله هاي غابات مش غلط، بعد اي احتلهم هني احط بلدنج، بس ما احط ديسك تركت تم مد. مشكلة المد نفسه متعب. زين، الحين هاي شو اخبارهم؟ اوكي، هذا موجود بيشل ضغط المنطقة خفيف، وهذا موجود قاعد يسوون، قاعد يساعدون يعني، بيسوون مع بعض كل شيء. زين، وهي قاعد ينتجون بلانكس وعندنا خشب. المشكلة مش هني، المشكلة قاعد أفكر الحين في شيء ثاني. أوكي، لأن الحين أنا جيت بطلت هذا صح؟ وأبو هذا، بس المفروض الحين هذا الحبيب يبدأ ينتج شو؟ من تو سكرابس ينتج متل. متل في شو راح توه؟ هو عندي متل ولا يتهيأ لي انه راح المتل؟ زين، في شيء ثاني اقدر اسويه دام ان انا عندي وعندي هذا؟ ايش هذا؟ ليش ما اقدر ابني هذا بس؟ خلونا اوصل هالشارعين بس. لا حرام يعني، هاي النقطة توصل زيادة، فليش ياخذون خط من ورا لين قدام ويروحون يقدرون في هاي؟ انا مش فاهم الحين، مثل ماني في اي مبنى ممكن قاعد يروح يكون المبنى اللي بيستعمل مثل غير اللي انا ابا. هل نفتح اول شيء كل شيء؟ شو رايكم؟ هاي اللي نقدر نفتحها، ما عندي اوكي، لان حطيت مراكز بحث وايد، عندي 64 64 ان امبلويد يتريون هاي الوظائف. بس صبر صبر، هذا يبقى 30 متر صح؟ اساس يحول الورق الى ديناميت صح؟ حطي 150 اتش بي يبقى. مية وخمسين حصان، بس اذا انا شو سويت؟ يتكسرت شارع هني، بيتها بدل ما اوهق عمري وادور مكان اشبكه بكهرباء، حطي المصنع تماما في ظهر منو هاي حلو، واحطي له شارع هني طريقه هاي، بيمشي صح؟ على امل يمشي. لو هذا مشى مشكلة، يبغى له البلوكس
متل بلوكس متل بلوكس الرد عندي توي ثلاثة، عندي ثلاثة هيد مش قادرين نبني. Too far from builders. عندنا وايد ناس، خلنا نحط بلدر هات مفروض يوصلون الكل هاي لهني الحين. كيف بلدرز بلدرز هذي لهم بعد كيف بعيد مرات منكر والله. زين خلنا مرات نحط يوم هاي عرفت، يمكن هذا قصدهم مش قادرين يحصلون ممر. زين ترى هذا الفراغ اللي بخلي المكان يعني اكثر، يعني لو اكسر هني بالديناميت وامده راح يبدا يستوي عندي شو المكان الورا اخضر اكثر، فهذا السبب اللي انا قاعد اسوي هذا كله. انزين ستاند اوف تيرن اون ما يبنونه اذا هذا كل منه كل شيء خلي بس حق سكراب، خلي السكراب يشل مثلا 1000 فما في سكراب ما يروح للنخل، كل السكراب بدل هني هاي الرقود مثلا يروح هني في التخزين بدل ما يتم هني. ايش تم هناك؟ اوكي بس سكراب هني مفروض تخزن. اوكي اوكي في احسن. الحين خلنا نشوف هل بيبون سكراب، هي بيبون سكراب هني لان هاي اللي ياخذون مشوار واحد ظني في اليوم، فيمكن محتاجين ستورج اساس ان ياخذون من الستورج ويروحون انا ما ادري، بس ما يحتاجونهم اكيد لان كان فيه هني يروحون قبل، بس من باب الاحتياط السكراب هذا خلهم يخلصون افضل. طبعا ما اعرف نحن ما نقدر نسوي مثل، فالوضع مختلف تماما. انزين الحين هني نحن عندنا وايد اشياء محتاجه تكتكه مثل المتال مثل هذا مثل ذاك. الحين اولويتي اني انا اسوي هذا بس محتاج مثل بلوك، فبسوي هذا وبسوي مصنع الورق زين لانه بعد يحتاجون ورق. انزين وبنسوي يا اصدقائي اللي هو الديناميت اللي هو هذا مثلا يبون هذا هني بعدين هذا يتفجر عرفتوا. فالحين انا شو الهدف مالي؟ اجيب ديناميت خط سيدة مثلا من هني مثلا سيدة لين هني ويجيب خط جانبي لين داخل واروح. ما ادري اذا فهمتوا قصدي ولا لا. يعني الحين ما اقدر انا اسوي ديناميت لان ديناميت لازم احطيه، لازم يكون عندي المصنع عشان المصنع يسوي لي ديناميت، لكن هو بيعبي لي الديناميت هذا، هاي شغلات يصنع ديناميت بس انا هو يعتبر ريسورس يعني، بس ديناميت مره محطيه على هذا لازم يكون مكان فاضي عرفتوا. وهني بعيد عن شو اي بلدرز هات شكله ما بيستوي هني، فالخطة الحالية اني بسوي خط فاضي من هني لين هني بشل الشير اللي فيه بفضيه زين، واساس ناخذ ماي من هني لين هناك عرفتوا لين الوسط هني نمد خطوط بعدين ما هني نقدر نتفاهم لانه ما اقدر اروح وايد بعيد، هذه مصيبة ثانية ترى. زين فنشوفكم ان شاء الله فيديو قادم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.